بالكبس. نحييكم عبر شاشة التلفزيون لبنان، رح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات ماكولانا. أهلا وسهلا فيك من الياس. الله يلمها. كيف يكمل الياس؟ الحمد لله. أنت شاطرة بالأكل، لازم نحن نتعلم منك. لا نحن لا قد ما كان. اليوم صنفنا هو شرحات سمك باني. عندنا شرحات سمك 800 جرام، طحين 150 جرام، كعك 300، حامض حامضة عدد 2، بيض هوا تشيكن عدد 3، مايونيز 3 ملاعق كبار، بقدونس ناعم ملعقة كبيرة ونص، بصلة صغيرة وحدة، برج جوزة الطيب رشة صغيرة، ملح بال 15 جرام، بهار أبيض رش كبير شوي، حامض ممنوع قص هون، بدي قص كبيس بصل كله ممنوع. هلا اني صار فيي بشيلة لتنجلى وبشتغل بغير شي ساعتها اذا بدي. ممنوع اكيد. انت عاجبك الممنوع؟ ايه اكيد مع سنه. هلا بدي افرم البصل ناعمه لحضر الصلصه، بس قبل بدي اخلط. شو مرة شايفي أنا كيف بخلط الملح والبهار؟ ايه تعلمتي؟ ايه يا بدي أعطيكي كاسة خلطي لي، حطي ملعقة ونص صغار ملح مع شوي صغيرة بهار أبيض، بخلطهم مع بعضهم ملي معروف. ايه بعد ملعقة يا أوكي بعد أكثر شوي، يلا خلطيهم مع بعضهم ورشي لنا إياهم فوقها، مش ضروري بالملح. تمسك كفوف هلا ما بيأثر ناشف لأنه ماشي ما هلا انت غسلتي ايديكي بالصابون قبل. منرشهم بالملح والبهار برافو لا يشربوا، بيكون بهالوقت بنشوف شو منحضر. بدك تقلبون او لا؟ نعم بدك تقلبون؟ لا ما بيأثر انه رقيق. اوكي مش ضروري ساعتها اقلبون.
جيب بالاول البصل الناعمه، البصل بالفرمان يعني. للبصل الناعمه انا معلمكم بنخلي راسه مربوط، مش مربوط بخيط ولا مربوط بشريطه وشدينه بالبنسة، هي من اساسها طبيعه طبيعيتها ربطتها من فوق، وفي من تحت الشعيرات تبع البصله كمان بعدهم مربوطين. انا وقت بدي قص بصل ناعم ممنوع قصه هيك، ممنوع قصه هيك، بتصير تفرفت معي، مشان احصل على بصل ناعم تكون بهالشكل وبقصها ليضل كمان في راسين، بس قصة يطلع راسين لفيه اعمل بهالشكل ضل مربوطة، بعمل كمان هيك طبقة، هيك اثنين ثلاثة أربعة، وبعدها مربوطة. انتبهوا منشوفها بعدها مربوطة، هلأ ببلش تقطيع البصل الناعم. هون محل ما ضليت لقطها، هي ضلت مع قشري من برا، هي ضلت لقطتها. هيك بنفرم مزبوط ليطلع عنا بصل ناعم. انت كيف فرمك بالبصل؟ ناعم بفرم ناعم. تفرميه؟ نعم. خبريني بعد بس تقشري بصل بدموا عيونك؟ ما عادش يدموا، اخذوا كسره. والان كمان بطلوا يدموا. هلا في بصل حد، يبقى في بصل حد، برافو، بصل عادي الابيض. غير انه الابيض هو بيكون انه بيساعد على التقشير، بس بننصح اول شيء بنقي العين، لو تحرحر وبنقيها للعين. ثاني شغله ما بدها غير شيء يحطوا عليها شويه مي مسقعه، بعدين فين يخلطوا كبايه مي مع ملعقه خل، يخلطوها بيرشوها رش على البصل قبل 10 دقايق ما يقشروه، بيبطل يحرحر كثير. هي البصل شايفي شو ناعم، هيك بده يكون. وهيدي صارت مع هيدي الكب، هي البصل هيك بده يكون كثير ناعم. هاو منكبهم ومنحطهم بالكيسة. ومناخد اتصال. ألو 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 ألو، بونجور. بونجور شيف أنتوان. بونجوريني، أهلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ منيح، أنت كيفي؟ ألو، عم بسمعك مدام، عم بسمعك عيني. شيف أنتوان. إيه عيوني. بدي أسألك سؤال. بخاطرك يكونوا اثنين. اللحمة مليه محطوطة بالبراد، شو هي؟ إذا بتطبخها بتسيلها؟ شو هي؟ نعم. الآلية؟ إذا لحمة مليه وحطيتها بالبراد بالفريزر حاطتها بالثلاجة. نعم. إذا ما بتطبخ بتقليها بدك تحل الحلها ولا لا؟ لا ما بتحليها، دغري حطيها. نعم. دغري حطيها على النار. نعم. عيني ما بنحلها، دغري على النار، دغري على النار، نار خفيفة بتصير تحل دغري على النار معنا. إذا حطيناها بالميكروويف وحلت كلها. أنا ما بفضل. نعم؟ أنا ما بفضل. ما بيسوى. مش لا، ما قلت ما بيسوى، انتبهي لكلمتي. نعم؟ أنا ما بفضل. أنا بفضل منشيلها من الفريزر، الطنجرة اللي عنا على النار، قلينا البصلة، الثوم إذا كان في ثوم، بنحطها للحمة المقلاية ومنقلبها معهم، وإذا كانت نية كمان نفس الطريقة، بس ساعتها بنقوي النار إذا كانت نية، إذا كانت مقلاية بنخفف النار. تكرمي. هالكبيس بهالشكل. كمان بنفرمه ناعم. كمان بناخذ اتصال. الو الو، شيف انطوان. نعم. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. اذا بتريد بس بدي تقلي على مربى السفرجل. شو بدك اياه، ناعم او مبروش او قطع؟ لا، شقف شقف. بدك اياه شقف؟ ايه اذا بتريد. تكرم عيونك. شكرا.
بدي عزبك الله يكرمك يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. أول شيء بنغسله الأسفرجل. إيه. بنقشره. بتقطعيه قطعة شقف. بتزينيه وبعدين تنقعيه بمحلول الكلس، يعني 5 لتر ماي بتحطي معهم 3/4 كباية من الكلس، تنقعيهم فيهم 12-13 ساعة، ترجع بتشيليهم بتفوحيهم، بترشي عليهم رش كتير صغيرة من حامض الليمون، تتركيهم 10 دقايق، بتضيفي كمية السكر لإلهم. كمية السكر بتتراوح، انت بتختاري، لكل كيلو من السفرجل المقشر المقطع قبل ما ننقعه بده بين الكيلو سكر والكيلو وقية، 2 صح. من بعد 12 دقيقة رشيتيه رشي خفيفة بحامض الليمون. حامض الليمون عم نحطه لسببين، أول سبب يقسي مع الكلس الحبي، تاني سبب تطلع معي المربى لونه أشقر. بنخلطهم مع السكر دغري لوقف مفعول حامض الليمون القليل فيهم. برجع بقول من بعد ما اتركهم 2 أو 3 ببقوا ميتهم، بحطهم على النار، بحط معهم ورقة عطر، حبتين كبشة قرنفل، بغليهم 1 ساعة و10 دقايق، منضيف ملعقة عصير حامض ومنشيلهم بالآخر. بتكرم عيني. كيفك من الياس بالمربى؟ فهم لك كل شيء بان. كل شيء ملكة المربى. لا هو أنا يحفره، هلا بتساعديني بالبانيه والقلي. اوكي بالقلي بس. بديش عزبك يا ملياس. لا بنشتغل، أنا بعرف شو تشتغل أنت. نفرم الكبيس ناعم. أنا السفرج الببر شو مع قشره؟ بيمشي. بس في ناس ما بيتقبلوا القشر. بس القشر ما بوشي بغزة. جارتي قلت لي مرة. ايه بيطلع طيب. مشرت معيد. ايه عادي حسب ما يتعود الواحد. مزبوط. جارتك من وين هي؟ من عمي الكنايس. اوه شاطرين فوق. ميتت الله يرحمها، هي من شمال من عبد. الله يرحمها. شو بدي اقول لك، شو علمتك بار؟ علمتني؟ ايه. بس انا بعملش، كنت تسلق كوسة وتبلهم بتحيني، انا ما بعمل. ما شاء الله. لا بحبهم بتاعي. كيف ناس مثلا قرنبيط تبليه بتحيني؟ ايه ايه عادي. ايه بتمشي. ايه بس خفيفي يعني. كله بيمشي خفيفي. ايه بيمشي. انا بحبهم عجي بعملهم نقري. ما عجي بيمشوا كمان. يلا. هي الكبيس حطيناها هون. بدنا نعصر الحامض بالاول. هات اشتغل لك شيء. يلا عصري الحامض. نبرش قبل؟ رح نبرش قبل، اعطيني هات لجيب ورق من هون. وبناخذ اتصال. الو. الو. الو بونجور. بونجور يعطيك العافيه. الله يعافيكي، مين معي؟ إيه مدام ميرا، امبارح اتصلت فيك مشان رب الرمان، اعمل رب الرمان. نعم. وقلت لي انه اذا طلعوا 10 كبايات انا عصرتهم، هن طلعوا 8 كبايات، وحطيت 8 كبايات مي. ليش روقي لشو المي؟ اما انت قلت لي حطي مي. ما هن مي. انا قلت لك حطي مي يا عيني. اخ منك اخ. انتزعوا. اخ اخ. عشان هيك ما سمعتيني بالتليفون. هلا ما سمعتيني. ايه معك حق. بس انا قلت لك غليهم اذا كانوا 10 كبايات بصيروا 3 كبايات ونص، واذا 8 كبايات بصيروا 3 كبايات الا شوي. ما جبت سيرة المي من هلا لبعد سنة. هلا على كل حال وين؟ الو 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 مدام. بيلا للمدام فيها ما تكبهم، بس بدهم غلي زيادة. بكفوا؟ لا بعد البرش التاني. يلا فيكي ما تكبيهم،
بس صار بدهم غلي زيادة تتبخر كمية المي ابدا ولا بشكل منحط مي لدبس الرمان. ما نحن بالعكس عم نغلي عصير الرمان لنخفف ثلاث ارباعه، الباقي الربع من عقده بشوية طحين اسمر اذا بدنا لنربح كمية اكتر وبيطلعوا طيبين وصحيات، واذا ما بدنا نضيف طحين منضل غنيهم ليطلعوا حسب نوع الرمان وحسب التربة بيطلعوا معنا كبايتين او كباية ونص. هيدي هي. نعتذر منك مدام اذا كان يا صاروا منيح. يا انا بحب برش الحامض. انا ايه انا الجاتوه بحط اللحم برش حامض. شوفوا هون شو بدي استعمل هلا، او اعصر لك هني اثنين اثنين عصرين اطلع لك اياهم بالوقت. يلا تعي على الخشبه اذا بدك. هي الحامض وهي الحامضة. نبرش الحامضة لنستعمل قشرة بالأول وبنرجع بنعصرها. هلا هون الوعي انتبهوا، هون بدي أحط فيه سمك، بدي أحط فيه بيض وسمك، عم ضيف عليهم برش الحامض. ناخذ كمان اتصال. الو 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 بونجور. الو بونجور شيف. بونجورين، يعطيك الف عافيه. الله يعافيكي. شيف بدي اسالك اذا ملح الخشن رايح تاريخه ما بيأثر بيأذي شيء الكبيس؟ لا ما بيأذي ما بيأذي. طب في زيتون لونه اخضر بضل لونه اخضر المربي شو بيعملوا له؟ بحطوا له شبه ومادي حافظه. اه بحطوا له مادي حافظه لضل اخضر. نعم. اه اوكي ثانك يو شيف. وشقفة شبة صغيرة. اه هلا فيك تحط انت شبة بضلوا شوي لمدة محددة. اه اوكي ثانك يو. تكرمي ثانك يو. اهلا وسهلا فيكي. حطيت كمان فوق البصل فوق الكبيس كمان شوي من البرش. منجيب البيض من هوا تشيكن نكسر ثلاث بيضات صارت البلاستيك احلى. هو الحامض قاسي هلا. ايه قاسي هلا بعده اوله يقطفوه ليربحوا شويه سعر. هي البيض من هوا تشيكن شايفين الصفار الحلو؟ نجيب شوكي. اعطيني شوية حامض من عندك. يلا خلص أنا بأخذ. اسم الله عصرين منيح تقلي على الآخر. على الآخر كمان منضيف عصير حامض تبهو للبيض. مش كل البيض بنضيف له عصير، كله بانيه بنضيف عصير حامض انتبهوا، بس بهالاكله مع السمك ما تخمنوا كله مثل بعضه. مزبوط كله بيض وكله برش حامض بس كله بيفرق بالنكهات وبيمزجهم مع بعضهم. حط معهم هون شويه بقدونس وهون شوي الباقي البقدونس. بعد كمان شوية عصير. هون كمان انتبهوا فوق البصل والكبيس الناعم والبقدونس كمان شوية عصير. يا شيلها هيدي شيليها وهو شيليها. لا خلص ما عادش بدي خدي هاي معك عملي معروف يعني. هيك عم تساعديني. ايه بساعدك يا عم. هون صار عندي خليط بس بعد ناقصه شيء اساسي هو ملح. بيجيب اذا شطفت ايدي. ايه؟ اذا شطفت ايدي
لا شطفي وهيك لينكس ولا وتكرم عينك وهي فوطاش شو ما بدك فيه تكرمي قولي بس انت بتلفزيون لبنان قولي شي بدك وكل شي بيصير برج جوزة الطيب حبة صغيرة ببرش على البيض وبرجع بقلكم بنصحكم على طول اشتروا جوزة الطيب كاملة مش مطحونة مشان ضل نكهتها موجودة بقلبها بس تطحنها هلا مقلي مقلي تكرم عينك هاي مقلي منجيب مقلاية منحطها على نار شوي قوية قلل لها نتفة الزيت منحط لها زيت لا بدها زيت هيك منتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا المباشرة أنا وأم الياس ومنرجع. عبر شاشة تلفزيون لبنان وبنرجع لكم مشاكل أم الياس برافو تابع حلقتنا المباشرة ودائما عبر شاشة تلفزيون لبنان هون قبل المحطة الإعلانية أنا وأم الياس حطينا الزيت الزيت ليحمى هون واعي في بيض بحطه بالوسط منجيب هاي ملقط ملقط معك أم الياس هلا بعد شوي هاي ملقط لإلك وملقط لإلي هون للكعك هون للطحين بنحط الطحين بالواعي بنحط الكعك بهالواعي كمان بناخد اتصال الو الو مرحبا مرحبتين الشيف انطوان معك الان مدام ناشف الو سهلا فيك ست الان كيفك بدي اسالك عمول معروف بدي منك عندي 7 حبات سفرجل 7 حبات شو سفرجل سفرجل نعم كيف بدي اعملهم مبروشين تكرم عينك بتقشري السفرجل نعم تبرشي نعم على المبرشي فيك تبرشي خشن او ناعم ببلش تحسي على لونه عم يغير لا لا بتحطي فوق منهم نتفة صغيرة حامض الليمون اذا بدك اياهم شقر اوكي ايه نعم تفركيهم فيهم 5 دقايق نعم بتزينيهم من بعد ما برشتيهم كل كيلو من السفرجل بده كيلو سكر مبروك للمبروش نعم بتحطيهم على النار حبتين كبش قرنفل نعم حبه عطر ورقه عطر نعم وبتغليهم ساعه و10 دقايق بعدين بتحطي لهم ملعقه عصير حامض تسكبيهم بمرطبين سخنين او فاترين ما بيأثر وبيطلع عندك مربى سفرجل المبروش كلك ذوق بخاطرك واهلا وسهلا فيك يا عيني تكرمي نقلبهم بهالشكل بنرجع حطهم هون كمان بناخد اتصال الو الو مرحبا مرحبتين يا الو سهلا فيك كيفك شيف ماشي الحال مين معي معك ابراهيم مين بس بدي اسالك خل المربى خل التفاح عفوا كيف بنعم مربى التفاح الو 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 ما انتبهت عيني مزبوط بربط خلي التفاح خلي التفاح خلي التفاح تكرم عينك الله يكرمك تكرم عينك يلا يلا بشرح لكم اياها تفصيليا هالسمك منلتو بالاول بالطحين هو مرشوش ننتبه ملح بهار ابيض السمك رشته ام الياس لتتاكدوا مزبوط مش انا بعدين تركناه مرشوش 10 دقايق ليشرب ملحه وبهاره يا حاطيكي مصفية ام الياس يلا
بلا هلا بتقليون انت. نقليون عمهلنا. نرجع. خلي التفاح حساس. ليه حساس؟ فين اجا مدي درج وصارت كتير من الحكمة يوصفوا بالسلطة خلي التفاح بالأخص يلي عندهم شوية مشاكل بالقلب. هلأ كل الخل منيح إذا صافي برجع بقول، وبعده أحلى بكتير من الخل الاصطناعي. أول شوي عليه يلا، بس نرجع نخفف. خل العنب أسهل بعدة مرات من خل التفاح، لأنه عادة الخل العنب من الأساس وقت اللي يكونوا عم بيحضروه هو بيكون فيه من بقايا عنقود العنب الفضلات والحبة يلي عمل يلي أكل منها الدبور أو النحلي. واسعتها مهرية بشيلهم بنقيهم المزارع بحطهم بسطل بوعي غميق بيتركن مع بعضهم أقل شي بالعنب 3 أشهر، بيخلل العنب على بعضه بنصفيهم بيطلع قرص عندي. من كل مكان القرص سميك كل مكان أحلى. بنصفيهم برافو، وبيطلع خل التفاح بنشمسهم يوم، خل العنب بنشمسهم يوم. أما خل التفاح بيختلف. ليه؟ لأنه قليل. انتبهوا، لو عم نبيع تفاح ما بيطلع عنا تفاح مهري، قليل. ولا يطلع خل التفاح مزبوط بده يكون عنا تفاح مهري، لازم ساعتها نجمع. ما في يروح أنا على السوق نقي أحلى تفاح وأنا غني ومعي مصاري كتير وقول بدي أعمل أحلى خل تفاح، بشتري التفاحات الحلوين الكبار بجيبهم بصوبنهم بطهرهم بغسلهم بفرمهم بحطهم، ما بيصيروا خل ولا بيصيروا خل. خليهم شوي بعد شوي ومشيلهم دغري. ايه ما بيسوى كتير نقلبوا السمك. ايه ما بيحب كتير، ما بيحب التغنيج كتير، قلبي وحدي وخلص. من شان هيك بتجمعوا هالتفاح المهري، عفوا الهارر، على امه من جراء الهواء او استوى او من بعد القطاف وموجود على جنب الحديقه الجنينه، يعني من بعد ما تعلبوا التفاحات بصناديق وراحوا للبيع، يعني نقول المليح او راحوا للبرادات. بتحطوا هالتفاحات بقفص، بتجيبوا كيس نايلون كبير وبتفوتوا القفص بكيس النايلون وبتحطوه داخل البيت أقل شيء 15 يوم. التفاح يلي هو موجود بالنص أو الإكلة ضربي هو بيكون، يلا شيليه خلص بشيليه بدون تردد، شوي شوي بنحطها. برافو هاي ملياس. ساعتها بيكون اهترى منهم بالقفص تفاحتين 3 4 اللي هني، ساعتها منشيلهم مثل ما هني كلهم سوا بدون تقطيع، منحطهم بوعي غميق، منحطهم بمحل في ما بتضربوا الشمس أقل شيء 4 6 أشهر، ما تخمنوا بيوم ويومين، فين يضلوا سنة ما بيأثر. من بعد ما تلاقوا صار فيهم قرص على وجهن بتشيلون، يلا شيليون ها خلاص. لو كان على منيح صارت منيحة، يلا هديك خليها شوي، بس يصير في قرص على وجهن بتزلون وبتصفون بشاشة أو بمصفاية ناعمة، بتحطوهم بجالونات. بدك تنتبهوا من شان ما يتعوكروا،
يعني ما بنحرك القرص ومنصفيهم، نتركهم على رواقهم، منحطهم بالشمس يومين بالجالونات او بالاناني، نرجع منشيلهم ومنحفظهم بالبيت، بهدوا سنتين وبيطلع عنا احلى خل تفاح. هلا عندي هذا الجاط كان فيه سمك، هذا الجاط فيه طحين استعملت فيه لت السمك، ممنوع هذا الطحين بقى انا ارجع انخله واحفظه منشان استعمله مره ثانيه، بتنمى فيه الجراثيم، ما بيسوى ابدا لانه اجى زوم سمك عليه، هذا صار مجبور كبه، هون كمان بكبهم وهون بكبهم، هاو شغلات لازم تنتبهوا عليهم نتاكد منه. هاو بنمسح طاولتنا. وهاو ماشي. برافو يا ام الياس. هلا بدي اخلط الصوص، منضيف، برجع بذكر يلي انضموا لنا هلا شو فيها الصوص للسمك، بالكعب بصل كتير ناعمه، وراها كبيس ناعم، فينا نستعمل كورنيشون. هلا هي اصولا بالعلم تتعلم، نحن كمان نتعلم فندقيه، هي البصل بنستعمله بصل اشالوت مكبوس بالخل الابيض، ولكن المرتبين الصغير هالقد حقه 12,000، جاي من فرنسا هذا مسفر وركب الطياره 3 ساعات ونص لوصل على لبنان، واستقبلوه واخذوه من على المستودعات، وصاحب الشركه بده يربح. شو بها البصله الصغيره بصلتنا؟ كثير مليحه، ما بها شيء، وعلى مسؤوليتي انتبهوا، بس الكم على مسؤوليتي واطيب. بصله صغيره، الكبيس هو بيعطيها طعمه الخل يلي بدها تكون فيها البصل الاشالوت، البقدونس حطيت عصير حامض، ضيف لها مايونيز يا اطفي اطفي. مين مانعك يا ام الياس؟ يا احلى سمك هودي، بمزجهم مع بعضهم مع عصير الحامض اللي بالكعب، حطينا عصير حامض، الملح الموجود بالكبيس كيف ما نضيف لملح ولبهار، حطيت معهم برش حامض كمان معهم بالإضافة لعصير الحامض يلي موجود، نكهة متطابقة وما بدها شيء أبدا. شو هالسمك الحلو، نمزجهم مع بعضهم، صار خليطهم بيشبه التراتور بس اني ابدا مش مثل التراتور. بتعرفي ام الياس انا اليوم شو رح اتعشى؟ ايه قرنبيط مع طحينه. قرنبيط مسلوق مش 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 طوي كثير، مع طحينه وشويه عصير حامض وثوم. صحتان احلى طيبه. صحتان بعدين بياخذ علكه. صحتان بحبها طيبه هاي الاكله. هلا موسم القرنبيط، نقول توم بالنهار وكتر. نعم بالنهار كل توم. ايه بالنهار ما بيأثر. هاي فينش خلاص. هاي منجيب كاسة هنتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا المباشرة. خليها تبرد هون. منتابع حلقتنا المباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان أنا وأم الياس. يلا يا أم الياس احتاج شي بالساكب. هلا هيدي الصلصة فينا نقدمها هيك وطيبة وكل شي، فينا أطيب بس شوي أغلى بتصير تكلف أكتر. منجيب كبار كبر ومنشيل من الكبر ناعم، بفرمو ناعم. الكابر هو زهرة ما بتعقد، موجود منا بلبنان
بس لكبيسه وهيك بياخذ شغل، مشان هيك غالي. هيك مرتبين صغير حقه ب 3000 4000 ليره. هلا اللي بده يعمل بيعمل اكل. شوف انطوان هيك بده يحطهم بساعه مشان منيح منيح بساعهم تعطي الشغل. وبناخذ اتصال. الو عليها شوي هيك. شو قال لها؟ ما بتنزعج، بتحب تنعبط فيها. ايه قد ما هي نفرمهم. الو الو الو. نعم شيف انطوان، يا اهلا وسهلا فيك. قديش كنت معصب منك، قديش ريحتني هلا. ادي ربع ساعة حتى احكي معك بس. تسلم يا خي، ما بدنا اياك تعصب. بدي هني لبنان كله وتلفزيون لبنان وطلال المقدسي بهالبرنامج الحلو يلي عم يجيب استقطاب شيء مش طبيعي بالدول العربية كلها. تسلم تسلم، هاي من معزتك. ومرتي بالاخص عم بتوحم عليك. لا انت مرتك عم تلتهم مشان ما تعمل مشاكل، بتحضرني وبتسكت. فيني اسأل سؤال صغير؟ ولك بخاطرك ويكونوا اثنين. إذا ما نعمل طبخة للسياسيين يموتوا كلهم سوا، لكل السياسيين يموتوا، شو بتحط لهم أي سم؟ لا حرام هيك، في منهم ملاح. في منهم ملاح، في هيك. مين سميلي أي واحد منيح بيعطي حقوق الشعب المعطر اللبناني؟ في منهم ملاح، في منهم، بدنا نطول بيننا، هلا في هيك وفي هيك. تكرم يعني عينك. ما عندك سم للسياسيين شيف أنطوان. وأنا بشكرك على اتصالك، نعم. شو بدنا نعمل؟ كلهم هاملين هالبلد وعم يساووا مثل شد عضلات، كل واحد مين بيجيب عضلات اقوى ومنشان تجي هالمصالح. بدنا نطول بالنا، كل شيء بيزول. دي اسنادة ساندي صغيري. بخاطرك، اهلا وسهلا فيك. كمان بناخذ اتصال. الو الو شيف انطوان. نعم. اي بونسوار. بونسوارين. بدي اسالك شيف انطوان، مربى التفاح المقطع. نعم. هيدا بحطوا له مي ولا بس سكر؟ ولا جنس المي. ببق هو ببق ميته. نعم. الكيلو قديه بده سكر؟ 800 او 700 اثنين صح. ممنونتك. بده غالي كتير او لا؟ ساعة وعشر دقايق. اوه بيهتري هيدا؟ لا مش عيهتري. هلا اذا رشيتيله رشة صغيرة حامض الليمون. ايه. وتركتيه عشر دقايق بتقسيه وبتعطيه لو شقار، وانت بك تغليه تكتك على نار خفيفة يعني. اذا ما عندي حامض ليمون، حامض عادي بيسوى ولا لا؟ لا بيسوى بس مش بالاول، الحامض بالاخير بك تحطي شوي شوية عصير حامض بالاخر. ما تحطي بالاول لكن. لا انا فكري حط حامض حتى يضل اشقر. بالحامض العادي ما بيشقر. هو قال لي انا ما بشقر الا على حامض الليمون، هيك قال لي، هيك خبرني. انت قادرة، انت قادرة. مجربينا. ممنونتك ممنونتك. بخاطر عيونك، بخاطر عيونك. هلا ليكي بضل اشقر شوي، ما تحطي ما تكتري كميه بالطنجره، تكون الطنجره عريضه وحطي كميه مش كثير عاليه، بتضل كمان اشقر شوي. خلص هدي زيني مثل ما انت على ذوقك اليوم. شكشكون شوي منهم. ايه شكشكي ما بين كل حبه وحبه عرق، ما تعجقي. ايه حلو هيك. قلنا أول صلصة يلي ما عنده كبار. الصلصة الثانية من بعد ما طفت الكبار أكيد أطيب، ولكن مثل ما قلت أوقات واحد بمشيها بهيديك إذا ما عنده. نسكبها هالصلصة حلو. هلا نمسح الداير اذا نزل نتف صغيره منا، منجيب عرق صغير من البقدونس ومنشكه بقلبه، ما منكتر، الهدف اعطيه رونق وتضل الصلصه مبينه على طبيعتها. اما بالنسبه للسمك بيتقدم معه بتزيينه حامض، منجيب حامضة شوي قشرتها سميكي، كمان قطف جديد نعملها بهالشكل، تزيين سريع وبقطعها على الميل التاني وبالنص ترانشات او في او بعمل هيك
بتجيب سكين تاني منقص هيك، بقلب السكين لهيك وبقص هيك، بتطلع عندي بهالشكل. بحط وحدة هون، بعلي شوي البقدونسات بحطهم على الكنبية بعلي لها شقنة، كمان بحط وحدة من هون بعلي لها شقنة، ومناخد اتصال جديد. ألو، كيفك أستاذ الشيخ أنطوان؟ منيح، يا أهلا وسهلا فيك. مين معي؟ معك فوزي من الجنوب. بدي أسألك بس عن اللقطين. نعم، مربى اللقطين مرتي بتعمله بس عم يحبحب معها. عم بيحدحد؟ زيت بيحبحب معها، ما عم يزبط، بيزبط كل شيء بس العيارات مزبوطة سكر. نعم، قلي كيف عم تسويه؟ متذكر عم تساعدها حضرتك؟ نعم، عم تساعدها حضرتك؟ لا والله انا ما بساعدها، بس انا بحب كثير اللقطين وعم يطلعوا معها مش ما منشان هيك عم بيحبحبوا، لانك مش عم تساعدها عم يزعلوا. يلا قلي كيف عم تسويه ونشوف كيف عم يطلع معك. كل كيلو بتنقعوا كل كيلو لقطين؟ نعم، كل كيلو كيلو بتنقعهم بالاول بالكلس وبعدين بتغسلهم. كم وقت بالساعه بالكلس؟ قديش كم ساعه بضلوا بالكلس؟ سبع ثمان ساعات بالكلس ما بيكفي. قد ايه؟ من 12 لل 14، اقل شيء 12 14، وحتى ما يحبحبوا. هلا انين خليت كمل لي كيف شلتهم غسلتهم مزبوط 3-4 مرات. نعم. شو بتعمل هلا؟ طيب نعم، بس تغسلهم بتنقعهم بالسكر كل كيلو كيلو سكر كيلو مزبوط. كيلو مزبوط. قديش بتتركهم؟ قديش بتتركهم بالسكر؟ للصبح لتاني يوم الصبح، يعني من عشية لتاني يوم الصبح. منيح، بتحطهم على النار؟ قديش بضلوا على النار؟ قديه على النار؟ قديش بدهم وقت على النار؟ بدهم ساعة على النار. ساعة نعم نعم. واخر شيء بدها تحط لكل كيلو من اللقطين والسكر ملعقة كبيرة عصير حامض وتطفي النار دغري. لكل كيلو من اللقطين والسكر. اوكي، ملعقة كبيرة من العصير الحامض. نعم، وبتطفي النار دغري. نعم، ممنوع تغليهم. نعم ما سامعك. ايه، هي عم بيحبحبوا معها، يا اما مش عم تضيف عصير حامض او عم تضيف عصير حامض وعم ترجع تغليهم دقيقتين ثلاثة او ربع ساعة على النار. ما بيسوى هيك. نعم. طيب بنقول لك يا لبناني، لا تحتاج مطبخنا بالخبرة وجه أحسن طبخة بيعملها الشيف أنطوان الحاج. تسلم تسلم، هاي من معزتك، وسلم لنا على المدام، وإن شاء الله تعمل لك لقطين طيب هلا بعده أول موسم اللقطين. وأهلا وسهلا فيك. رح نشوف مقادير شرحات السمك عبر شاشة تلفزيون لبنان. نتابع حلقتنا
عبر شاشة تلفزيون لبنان وما ياخذ اتصال جديد. الو 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 بونجور. بونجور شيف انطوان، كيفك؟ منيح، يا اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. مين معي؟ شيف انطوان، بليز انا شريت القاس، بدي اعمله القاس بالطحين اللي بيجي معه حمص. نعم. بدي اعرف كيف بدي اعملهم، يعني بتلاقون وبرجع بقليهم ولا كيف؟ وثاني سؤال، لو بدي عزبك كمان معروف، كمان شريت التورتليني عجبني، بدي اعملهم للعائله شيء يحبوه ويتقبلوه ويكون كثير طيب، بعزبك. تكرم عيونك. يلا بنترك. يلا اول شيء ال اس، انت عم بالبيت عم تعملوا حميه شيء ما بدكم قالي او لا ما عندكم مشكله؟ قولي لي، مش دايما بتتاكل، مش مشكله بنقطعها. لا بنعطيك اياها طيبه وبدون قالي، ما عندي مشكله. كمان يلا. لا ما عندي مشكلة، تكون شيء طيب. لا بتطلع طيبة كمان بالسلة. أول شيء بتجيب الإلقاس بتقشريه، بتغسليه كامل، بتقطعيه ترونشات نص سنتي تقريبا الشرحة على شكل الإلقاسي. قطعته كرويات أنا. قطعتيهم كرويات، لا غير مرة خليهم مثل ما عم قلك، أوكي؟ أوكي. هلا بيمشي كرويات، تحطي ماء على النار مع شوية ملح. بس تغلي المي، سقطي الإلقاس بقلبها هون بدون قلي، رح نشتغل انتبهي، بتسقطيهم بقلبها 20 دقيقة. اوكي؟ نعم. بتشيليهم بتحطيهم بمصفاية، ما بتبرديهم، بتتركيهم بالمصفاية. بتجيبي بصلتين بتقطعيهم الشرحات، بتحطي شوية زيت زيتون على النار وبتقلي البصل فيهم. من بعد ما يتقلى البصل بتجيبي كباية طحينة تكسريها بكباية ماي، ماي نظيفي، وبتحطي فوق منها تلت كباية عصير حامض، شوية ملح، بتشيلي المزيج كله بتحطيه فوق البصل وزيت الزيتون على النار، بتكوني سالقة ناقعة 3/4 كباية حمص مدة 8 ساعات أقل شيء، بتصفيها، بترشي رشة كربونات صغيرة عليها، 10 دقايق بتغسليها من الكربونات، بتحطيها بطنجرة تغمريها بالماء، بتحطي نار قوية بالأول، بس تغلي بتنوسي النار، بتغطي الحمص تلتين الساعة بيستوي الحمص. هالحمص بتشيليه بتصفيه ما بتغسليه كمان، وبتضيفيه فوق الطحينة المكسورة بالماء والحامض والبصل وزيت الزيتون، تغليهم كلهم سوا غلوة وحدة. بتجيب الإلقاس، بتجيبي جات مثل جات البيوركس اللي كنت عم ساوي فيه الكعك، هلا شفتيه؟ نعم. بتحطي شوي من الصلصة بالكعب، طبقة إلقاس، ترجع بتحط عليها طبقة من الصلصة مع الحمص، طبقة القاس، طبقة من الصلصة والحمص، بتفوتيها على الفرن تقريبا بترجعي ربع ساعة أو تلت ساعة، بتشيليها بتتقدم فاترة أو بيردي، بتحطي على وجهها شوية بودرة الفليفة الحلوة بابريكا للزينة، وبتقدميها ومنقلك ألف صحتين. مرسي شيف أنطوان. والتورتليني بعزبك، التورتليني بتسلقيها على النار 7 دقايق بالماي المغلية، شيليها حطيها تحت الماي البردي وحطيها بمصفاية، حطي شقفة زبدة على النار بس تدوب، ضيفي التورتليني عليها، شوية كريمة، شوية جبنة، نسفيهم مع بعض الملح وبهار أبيض، وبتسكبيها. ودايما منقلك عبر شاشة تلفزيون لبنان وألف صحتين. تكرمي مدام، أهلا وسهلا فيك يا أم الياس. قدمي وين بعدي يا أم الياس؟ اشتقتلك أنا، شنكليني لأشوف. أنا وأم الياس بنحييكم، قدمنا لكم، قدمنا لكم فيليه سمك، فيليه سمك مقلية باني بالكعك. إيه بالكعك مع صوص طرطار، صلصة كتير طيبة هيدي. إيه هاي بحبوها الرجال مع القرايدس والكركان. طيبة بنحييكم دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان، بنسلم عليكم ألف صحتين، وكل اللي بيشوفنا يحضر تلفزيون لبنان، يحضر تلفزيون لبنان وعلى الدولة، وخلص وباي على الدولة وباي.